ضمن مباريات تصفياته المجموعة الثانية لكأس الأمم الآسيوية، التقى المنتخب السوري بنظيره الإيراني في مباراة قوية أهدر من خلالها هجوم المنتخبين العديد من السوانح أمام المرمى، خاصة المنتخب السوري. ومن إحدى السوانح استطاع كابتن المنتخب الإيراني اللاعب الدولي علي داي أن يسجل الهدف الأول والوحيد في المباراة بضربة رأسية رائعة يمين حارس المرمى. بعدها صد القائم الأيمن كرة خطيرة للمنتخب السوري لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإيراني على نظيره السوري بهدف دون مقابل. وفي مباراة أخرى ضمن نفس التصفيات فاز المنتخب البحريني على جزر المالديف بأربعة أهداف مقابل هدف. اللاعبين